السلام عليكم متابع. إن شاء الله today we will complete our exercises. So open your workbook page 25 on our workbook. افتح كتابك الworkbook صفحة 25. في عندي خبر جدا صار صفحة 25 إنه هذا السؤال deleted, وفي بالصفحة اللي بعدها كمان في عندي كمان أشياء محذوفة لأنها ما بتهمني. بدي إياك تركز منيح على الأشياء اللي بحكي لك عنها واللي بتهمني. هذا مش مهم, ما بدي إياه. بدي تركز لي على هذا النمط من الأسئلة اللي هو question 3. شو بده هذا السؤال؟ هلا إحنا أخذنا مثله بالضبط في كتابنا الملون وحكينا كنا نستخدم كيف نعمل السؤال. لما نستخدم السؤال بهو is that, وبنحكي الإشي اللي عم يعمله بالصورة, الحركة اللي عم يعملها عشان نسأل من هو هذا الشخص الذي يعمل كذلك. وكان الجواب إذا كان بيسأل عن ولد بنحكي he is إشي اسمه, أو إذا كان يسأل عن بنت بنحكي she is واسمه في الجواب. وهنا مستعملينا إنه بصير تستخدم, بما إنه السؤال بهوز ذات بصير تستخدم بالجواب ذات, سواء كان ذكر أم أنثى, سواء كان ولد أو بنت بصير تستخدم ذات is مثلا عائشة عدنان. أوكي, إذا ممكن تستخدم إذا كان ولد ممكن تستخدم في الجواب he is مثلا اسمه, ونفس الوقت ممكن تستخدم that is اسمه, يعني الجوابين صحيحات. وإذا كان السؤال عن بنت who's that بتجاوب بما إما بشي is واسمها أو that is واسمها, الجوابين صحيحات, فبالتالي that دائما صحيحة. تمام, يلا خلينا نشوف هون كيف استخدم السؤال والجواب هذا الموضوع. Look at this picture. It's a girl, Maya Ham. Question is who is that player? من هي هو هذا اللاعب؟ Pointing يعني يؤشر. Pointing يعني يؤشر. اللي بده يكتبها يكتبها pointing يعني يؤشر. Question mark طبعا ما ننساها. الجواب that is صحيح. لو بدي أحكي that سمية هام صحيح. لو بدي أحكي she is مية طبعا ننتبه الأسماء بكابيتال لتر. إذا كان الاسم يكتب بسمول لتر خطأ. ممكن أجيب لك إياها بالخيارات. she is مية هام نفس الاسم بالضبط ولكن الأم سمول, خاطئ 100%, لأنه الأسماء دائما تكتب بكابيتال لتر. تمام, she is Mia Ham, هيك زي ما هو اسمها مكتوب عندي بالبيكتشر بكتبه نفسه بالجواب. أوكي, عندي next picture. This player who's that with his hand far apart. شو يعني far apart؟ يعني فاتحهم على أقصى على أقصى حد, فاتحهم far apart. Who's that with his hand, ننتبه للي بده يكتب هذا H, with his hand far F-A-R apart. أوكي, مين هذا اللاعب؟ الجواب رح يكون إما that is Adrian Mutu, that's Adrian Mutu, أو he is Adrian Mutu. أوكي, فهمنا الفكرة. مهم نتعلم كيف نسأل وكيف نجاوب. ال next picture Frank Lampard. السؤال رح يكون question is who's that looking toward the camera. مين هذا اللي بتطلع باتجاه الكاميرا؟ he is looking toward the camera. okay question mark, برجع بعيد وبكرر لا تنساها. question mark الجواب إما he's Frank Lampard أو that is Frank Lampard, both are the same. Next one, he's David Beckham. So who's that throwing question mark? He is David Beckham. He is David Beckham صحيحة, أو that is David Beckham كمان صحيحة. Okay, اللي بعدها who's that smiling with his fist in the air. ننتبه هون انتهت عندي question mark. يمكن انت تمد اسطر يوسع عندك اكتر, بس المهم هون السؤال انتهى عندي.
Who is that smiling with his fist, F-I-S-T, in the air? Question mark. طبعا ما وسعت عندي دحشتها. In the air. الجواب يا إما he is Cristiano Ronaldo أو that is Cristiano Ronaldo. Smiling يعني يبتسم with his fist. مع قبضة. Fist. This is fist. في قبضة. يعني يبتسم ويعمل قبضة في إيده في الهواء. هذا هو نحكي إما he is Cristiano Ronaldo أو that is Cristiano Ronaldo. الجوابين صحيحات. Who's that sliding on his knees؟ شو يعني sliding؟ Sliding يعني يزحف أو يزحف أو شو بسموها sliding، هاي slide السحسلي، السحسل يعني بيمشي على ركبه. Question mark. الجواب يا إما بنحكي he is Steven Gerrard أو that is Steven Gerrard. Next picture. This is a girl. So the question is who's that with her arms in the air. مين هاي اللي her arms، her ذراعها لأنها فتاة، استخدمنا her. In the air في الهواء. مين هاي اللي رفع إيديها بالهواء؟ الجواب نحكي إما she is Michelle Akers أو that is Michelle Akers. إذن آخر صورة هي who's that running and watching the ball. مين هذا اللي بركض watching the ball، طلع على الكرة. الجواب يا إما he's Billy Billy، يا إما he's Billy or that is Billy. جوابين صحيحات. هلأ هاي page 26 ما بدي منها ولا إشي كلها. Let's go to page 27. خلينا نروح على صفحة 27 مع بعض. يلا يا سابع افتح معي. قبل ما نبلش في صفحة 27 رح أرجع لك على صفحة 25. رح أحاول قدر الإمكان أن أوضح الصورة هيك عشان تقدر تعمل هيك. هلأ أعمل سكرين شوت عشان تقدر تنقل إجابات على مهلك إذا أنا أسرعت بالفيديو. تمام؟ أوكي. خلينا نبدأ بصفحة 27 مع بعض. Write it up. Writing. Write it up. هلأ شو بده هذا السؤال منا؟ كثير حلو هذا السؤال. A big mix up. The spelling of the short O and long O words in the paragraph. In the paragraph below are mixed up. Find the misspelled words and write them correctly in the blank. If the numbered word is spelled correctly, write C. The first one is done for you. Okay, يعني بحكي لك إنه هون صار في لخبطة يعني صار في تدخل بين اللونج او والشورت او. في كلمات لازم تكون بلونج او كتبوها بشورت، في كلمات تكون بشورت كتبوها بلونج. انت بدك تصحح هذا الخطأ اذا شفته امامك. اما اذا كان ما في خطأ بهاي الكلمة اللي عندها رقم بتحط عندها سي. سي يعني correct، صحيح. تمام. خلينا نشوف هون مثلا اول اشي المحلول عندنا ذا woman. woman حاطين long o. هلا الwoman بدها long o. woman هي ولا woman، ولا ب o واحدة ولا ب o اثنين، double o ولا o one ولا one o، وهي ب one o. فهي الجواب الصحيح. كتبناه عند رقم واحد تصبح with one o woman. okay. number two flew down the field as she dribbled the ball. okay. يعني سقطوا. هل فلو اللي هي او سوري اللي هي طاروا، اللي هي فلو هاي قصدهم في ماضي فلاي. شو ماضي فلاي؟ فلو هيك تنكتب. اذا نمبر 2 هيك فلو. اوكي. as she dribbled the ball. شو يعني dribbled the ball؟ يعني بدحرجوا بالكره. Her school. صحيحة ولا مش صحيحة هاي كلمة school؟ أكيد 100% صحيحة. بنحط C in number 3. Was in the state finals. Okay. في النهائيات كانت مدرستها. And she didn't want her team to lose. وما كانت بدها her team فريقها إنه
يخسر لوز، لكن مش لوز لوز. أوكي، فالهونة أو واحدة لوز تنكتب، حتى لو بقراها طويلة لوز، يعني يمكن بالنسبة لك هاي طويلة تعتبر، بس تكتب بأي واحدة، فهنا في خطأ. فنمبر فور بكتب لوز with O one، واحدة with one O. She had decided she would she would do everything. هل would هاي صحيحة؟ she would هون قصدهم ب would هاي تريد. she would do أن تفعل. so number five نحط إجابة صحيحة would ب W O U L D. و number six do هيك تكتب بشكل صحيح ما في E. everything she could to. is this too correct؟ طبعا لا، هاي تو خاطئة، تو صحيحة تكتب هكذا T O. فنكتب عند number eight two. اوكي، نمبر 7 كود صحيحة مكتوبة صحيح 100%، فعند نمبر 7 بحط correct. اوكي، نمبر 8 خلصنا منها. هلا let's go to number 9. help her team win the finals. اوكي، بتساعد فريقها انه يفوز بالنهائيات. she tried to make it the way down the field to make a goal. to make a goal مش to make a goal، to make a goal. so T O، إذن هاي كمان خاطئة. so number 9 to also make a goal but an opposing player. opposing يعني المعاكس، اللاعب المعاكس. شو ماله؟ took the ball. took is this took correct؟ هل صحيح هاي took؟ خطأ طبعا، هي ماضي take. ماضي take تكتب T O O K. took أخذوا، أخذ الكرة at the midfield line، في خط وسط الملعب. she was very upset، كان كثير مضطرب، كانت كثير sorry she يعني كانت، كانت كثير مضطربة. that she didn't make a goal، انها خايفة او متوترة او مضطربة انها ما راح تقدر، ما راح تستطيع انها تحقق هذا الجول، او ما قدرت تعمل هذا الجول، هي already ما قدرت تحققه. but then she know what she had done wrong. لكن بعد ذلك she knew، اللي هي ماضي know، عرفت، لأنه هون حكينا عن، نحكي عن قصة فمستخدم الماضي. what she had done wrong، عرفت إنه شو الإشي الغلط اللي عملته. she should، هل should صحيحة؟ أكيد صحيحة، إذا 12 صحيحة بنحط عندها correct. have passed earlier. she should have passed earlier instead of trying to make a goal herself. الدرس اللي تعلمته إن هي كان لازم تمرر أبدر، بدل ما إنها كانت تحاول to make a goal herself، إن تحقق هدف بنفسها، أنانية كانت ما بتعطي لحدا، فهذا هو السبب اللي خلاها ما تحقق هدف وتخسر فريقها. فالدرس اللي تعلمته إن هي لازم تمرر أبدر، بدل ما إنها تحاول إنها تعمل جول ببساطة اعتماد على نفسها فقط. instead of getting in a bad mood، يعني بدل من الدخول في bad mood، mood صحيحة، إذن 13 correct. she decided، عشان ما تدخل في bad mood، هذا في المزاج السيء، she decided، قررت to learn from her mistake، إنها تتعلم من خطأها. mistake يعني خطأ. and do better next time، وأن تفعل أفضل في المرة القادمة. كمان correct number 14 صحيحة. إذن هاي هي الأجوبة عندك لهذا السؤال. هلأ آخر سؤال عندي في هذا اليونت اللي هو question 2. the following sentences talk about a football game، put them together into a paragraph that talks about the game. بدك هلأ أنت، رح أشرح لك الفقرة، بس انت المطلوب منك انا رقمت كل واحدة بالترتيب المناسب، يعني هاي sentence number 2 and number 1، هاي number 2، هاي number 3، هاي number 4 and 5 and 6. بس انا المطلوب منك انك تكتبهم هون مرة تانية بشكل مرتب بالفراغات تحت بعض، 1 2 3 4 5 6 على شكل فقرة. هلا number 1 بتبدأ القصة من عند number 1 اللي هو both teams hunker down in anticipation as they get ready for the kick off. إنه الفريقين بدأوا يتجولوا
بشكل غير متوقع، انه يعني بمكانهم المتوقع، سوري anticipation، as they get ready. ليش؟ لانه كل واحد راح على مكانه، مكانه المتوقع، مكانه اللي عارفه، عشان انهم يكونوا ready، مستعدين for the kick off، لا بدأ يعني ركلة البداية. Number two، الصعيدي barrels down the field dribbling and then passes to فهمي. بلش الصعيدي دخل الفيلد الملعب ودحرج الكرة، وذن باسز يعني مرر لفهمي، بعدين بعدها لفهمي. هلأ نمبر ثري، فهمي شو عمل؟ فهمي is stamped dead 30 meters before the goal box، يعني فهمي ببعد 30 متر عن الجول، عن المرمى. But his quick thinking makes a lightning fast pass to Valdez possible. But بس إنه يعني هو كتير بعيد عن المرمى، صعب إنه يشوت على الجول على طول، ما رح تيجي جول. فبسرعة، في هو بتفكيره السريع makes a lightning fast pass، يعني مرر تمرير بسرعة البرق لمين؟ لفالديز، اللي هو القريب المحتمل، اللي فالديز possible، يعني هو قريب على الجول واستطاعته انه يسجل هدف اكثر. شوف هذا هو اللعب والتعاون في اللعب عشان توصل للجول. طول ما انت بتفكر انه انت لحالك توصل للجول، انت لحالك تسجل هدف، ما راح تفوز. البروفيشناليتي يس لازم تكون فيها تمريرات وتعاون لتقدر توصل لهاي الاحترافيه. طيب نمبر 4، حكينا هلا اخذها فالديز. فالديز شو عمل؟ باورز ات toward the goal، شاتها باتجاه، يعني دفعها باتجاه الجول. with a straight on kick، يعني بضربة مستقيمة واحدة. هلأ number five، goalkeeper O'Malley اسمه هيك، dashes، شو بدي يعمل هلأ؟ طالما شات له إياها فالديز، خلاص يعني شات الشوتي على الجول لأنه كان أقرب من فهمي. فشو عمل الحارس؟ جول كيبر أومالي داشز دايفز اند ديفولتس. شو عمل؟ اندفع ودايفز وغطس وديفولتس، تصدى as the ball slams into the goal، ولكن الكرة سحقت الجول، دخلت يعني وما في مجال اي شيء يوقفها، صارت بالهدف. Number 6، goal for the Eagles، للإيجلز، لفريق الإيجلز، the first one of the game، أول هدف من اللعبة. المطلوب أعيد، رح نكتب نرجع كل الجمل هدول بالترتيب، رح أحطهم هون تحت بعض كفقرة، وهذا كل شيء مطلوب منك بهاي الوحدة. ويعطيكم ألف 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 عافية، وكل عام وأنتم بخير.